تشتغل على ايه عشان تبقى واحد من افضل المدربين في مصر في حراسة المرمى؟ اول حاجه لازم اطور من نفسي، لازم اذاكر، لازم زي ما الكابتن ناجي قال اسافر، لازم احضر انا هعمل ايه، لازم اعرف، لان خلال التدريب صعب ان انت بتتكلم في سيزون كامل، لازم تحط بلان للسيزون كامل، امتى يبقى ترجع بعد الاصابه تعمل ايه، لو حد عندك مصاب، لو عندك ماتش كمان قد ايه تعمل ايه، المده الزمنيه بتاعه التدريب عامله ازاي، كل ده لازم اشتغل عليه، زائد ان انا النهارده واحد زي كابتن ناجي لازم اقعد معاه واتكلم، وانا بستشيره على فكره وعلى طول على اتصالات معاه، واقول له اعمل ايه وما اعملش ايه، كابتن فكري صالح، كابتن ايمن طاهر، كل الكباتن الكبار دول بكلمهم، كابتن اسامه عبد الكريم، مش عايز انسى حد، كل الناس دي بكلمها بحيث ناخد خبرات، مع انك انت تذاكر وانك انت تطور من نفسك هتبقى مدرب كبير جدا، زائد خبراتك بقى اللي انت لعبت بيها. خلي بالك كابتن شادي، اما بتلعب مهما كان امكانياتك وانت مدرب حراس مرمى وما لعبتش، انت هتفتقد مثلا بتاع 40 50 40 30 40% من مصداقيتك للحارس معاك، او انك انت تنقل له المستوى الخبرات بتاعتك اللي انت والمستوى الاكبر انك انت توصل معاه للتوب، انك انت تخلي الحراس مرمى بتاعتك الثلاثه بيأدوا بشكل على كويس. فكره تدريب حراسه المرمى هو زي حارس المرمى، يعني عايز اقولها ازاي، تدريب زي حراسه ما انت كنت المرمى بتلعب زي ما انت كنت بتلعب بتتعرض لمواقف، بس هي معتمده برضو على الابداع والفنيات والامكانيات. وكمان عشان كده الكابتن ناجي قال لك ايه، الدراسات ممكن ابقى خبره وانا في حراسه المرمى، بس برضو التدريب ليه التدريب شق. حاجه ليه، برافو عليك بالظبط، كابتن شادي، انك انت كمان لا في يعني في اوزان معينه، دي حقيقه. في اسلوب معين، امتى تحط تدريبك، امتى الجرعه قد ايه، امتى عندك ماتش كمان قد ايه تعمل ايه في التدريب بتاعتك، مساحه التدريب. خلي بالك احنا الاول كنا مثلا لما نيجي نتدرب، او بعض المدربين لحد النهارده، انت لازم 10 15 كوره دب دب، تلاقي انت نفسك انت ميت مش قادر. دلوقتي لا، الموضوع كله في بتتكلم حد يبقى عنده خروجه بالكوره قليله جدا، النهارده ازاي تلعب برجلك بشكل بالظبط كويس، لازم زمان كانت ازاي الامور تنميها بالظبط. بالظبط. كل ده الاهم من ده كله كابتن شادي، المعدل بتاع التدريب والمده الزمنيه بتاع التدريب، وامتى تحط قوه، امتى تحط قوه مميزه بالسرعه، وامتى تحط قوه بس، الموضوع كبير جدا. بالظبط، دي بتيجي من خلال خبراتك اللي انت اتدربتها، وفي نفس الوقت ما تقعد مع واحد زي ميشيل يانكون، مع كابتن ناجي، الناس اللي هي عندها فكر حديث، كابتن فكري صالح، وكل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم، ده بيفرق معاك جدا. لكن مش شرط ان انا هفضل ابقى جول جامد جدا او موهوب او عندي تاريخ يبقى مستوى التدريب بتاعي بيقدم بشكل كويس. أمير، مين مثلك الأعلى في مصر في حراسة المرمى؟ واحد بره وفي مصر. بص، انا لما انا كنت بلعب كنت بحب كاسياس جدا، يعني انا بشوف نفسي في كاسياس يعني.